أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف مقر القيادة المركزي لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت في هجوم هز العاصمة اللبنانية وتسبب في تصاعد سحب دخان كثيفة فوق المدينة. تسببت الغارات الجوية في تدمير 4 مبان في الضاحية الجنوبية مع سقوط قتلى ومصابين، وهو ما يشكل تصعيدا خطيرا للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وقالت مصادر أمنية في لبنان إن الهجوم، وهو الأعنف في بيروت منذ ما يقرب من عام من الصراع، استهدف منطقة يتواجد فيها قادة من كبار مسؤولي حزب الله. ما تفكر شيء بحكي لك.